السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي الرفيسة أو تريد، كل منطقة واش كيسميوها. اليوم جيت نشارك معكم غديوتنا اليوم. نبدأ على بركة الله بمقادير: عندنا الدجاجة، عندنا العدس، المعدنوس، الملحة، الخرقوم والملون غذائي، سكينجبير، الإبزار، القزبر كارم مطحون، عندنا الزيت البلدية والزيت الرومية مخلطين، والبصلة مشلضة. نبداو على بركة الله بمقادير. ندير الزيت البلدية والرومية اللي احنا مخلطينهم ديجا، وبطبيعة الحال احنا غادي نديرو الكمية اللي احنا محتاجين ليها، وانتم عينكم ميزانكم، كل واحد غادي يدير الكمية اللي هو محتاج ليها. هنا القزبر والمعدنوس احنا مخلطينهم، نطحنهم مع بعضياتهم. نخلط العناصر كلهم مع بعضياتهم. وغادي نضيف عليهم الدجاجة. غادي نزيدو عليها شوية الماء ونخليوها واحد ساعتين تقريبا كتشرب ديك العطرية، وعاد غادي نرجعو باش نطيبو الدجاجة. حنا كنعطروها مزيان، نحاولو ندخلو ليها ديك العطرية. وهذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما خليناه يرتاح ساعتين. دابا بدينا كنقليو، نبقاو نقلبو فيه شويه بشويه حتى يشرب ديك العطريه عاوتاني مزيان في التقليه، ونخليوه يتقلى مزيان ونكمل معاه. ها معلقه ديال المطيشه سكريه شاريه الصوص، غادي نروي، غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يقدني باش نسكي ديك الرفيسة. طبعا الحال حنا ما درنا غير معلقة حيت ماما كتقول لك راه كترخي المسمن كيجي زوين. دابا غادي نسورتو على الكوكوط، نخليو الدجاجة طيب ونتلاقاو من بعد باش نبغيو نضيفو العدس والفلفله والبصله. وبطبيعه الحال حنا ما تنديروش فيها العشوب في البلون نيشان في الجميله حتى خوتي ما كيبغيوهمش. كنشدو الحلبه كنسلقوها بوحدها في شويه ديال البلون نيت ديال هذا المرق ونضيفوه من بعد.
ودابا من بعد ما درنا المرق ديالنا كيطيب حساب الفيسه، درنا العجينه غطيناها بسلوفان غذائي او بلاستيك غذائي. دابا كنسرحوا العجين باش نديروه مسمن، ويجينا مسمن مورق. هذه اسهل طريقه باش نديرو بزاف ديال المسمنات في مره واحده. نستمر بهذا الشكل. ودابا غادي نبداو كنقطعو بالموس للحجم اللي بغينا ديال المسمن. وبالحق كنديرو متوسطين، يعني مسمنات عاديين صغار. كنقطعوهم ونخليوهم يرتاحوا شويه على بال ما يرطابوا، وكنبداو نخبزوهم. وفي نفس الوقت كتخبزي وكتفركتي في البلاصه باش ما يبردش لنا المسمن ويتلصق على بعضياته وما يتفركتش لنا مزيان، باش يجينا مورق وزوين. ياخذش الوقت باغي. وهكا كيف ما شفتوا عجين واحد لحنا 10 المسمنات بالزربه، يعني طريقه سهله. ودابا غادي نكمل معكم، غادي نبدا نخبز ونكمل معكم. ودابا كيف ما كتشوفوا حنا بدينا كنخبزوا في المسمن وفي نفس الوقت كنفركشوا حساب الرفيسه. ما كتشوفوا كيجي خفيف ومورق. ودابا كنسقيو الرفيسه من بعد ما طابت، من بعد ما سالينا تفركيت المسمن. على ريحه ونسقيو مزيان باش يشرب داك المسمن. دابا غادي نحط الدجاجه. كاين اللي كيحمرها وعاد كيحطها، وانا بصراحه ما كتعجبنيش الدجاجه محمره في الرفيسه، كنبغيها من المرقه نيشان تحط في الرفيسه. وداكشي اللي درت ليها، هذه الدجاجه بلديه تلصلو ليها حويجه ما تديوش عليا. تعرفوا راه طابس علينا المحلات اللي كاع من شافها وتشافها هي سيفرينا ندير الدور دور بحال وسامح كاري. وغادي نبقاو غادي بهذا الشكل حتى نساليو الرفيسه ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديال الرفيسه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا كما كتشوفوا. زوقناها بشويه البيض مسلوق وشويه اللوز مفسوخ ومقرمل شويه في محمر في الزيت. اتمنى تكون نالت اعجابكم
وهذه هي غديوتنا ديال اليوم بالصحة والراحة. ما تنساوش دعموني بلايك وابوني، وشكرا لكم، ونتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.